أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء. ومن خلال هذه العدسة التي نتجول فيها في جميع أنحاء دولة الكويت لتغطية جميع الفعاليات والمناسبات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم، نتمنى لكم مشاهدة ومتابعة طيبة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا يوم القيامة يوم عظيم، كما يعني بين الله سبحانه وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وقال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يعني آيات كثيرة، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم العظيم تكون فئة يمن الله عليه، يعني يمن على هذه الفئة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى، وهم طبعا كما بين سبعة يظلهم الله في ظله في هذا اليوم العظيم. يعني تدنو الشمس قدر ميل، والعرق يعني كما يعني بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى الكعب، وفي منهم إلى نصف الساق، في منهم من يلجم العرق الجام. وهذه الأصناف السبعة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فذكر طبعا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم طبعا الأصناف السبعة: إمام عادل، يعني إمام يعني يعدل بين رعيته ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا ذكر حتى يعني رب البيت لما يعدل، يعني وفي قول أنه حتى رب البيت لما يعدل بين أبنائه، أو كل واحد يعني يكون على يعني مسؤول على أمر ويعدل بين طبعا اللي يكون مسؤول عليهم، يدخل في هذا يكون إمام. ولكن الإمام هو طبعا الإمام هو طبعا ولي الأمر، الإمام العادل هذا طبعا الذي يعني بيّن طبعا في هذا الأمر، ويدخل فيه احنا الأمر الثاني اللي بيّنناه كذلك. وطبعا الذي كذلك الصنف الثاني: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي طبعا يكون يعني في الشباب وقوة الشهوة وقوة طبعا في كل شيء، يعني قوة يعني الشبهات، وينشأ هذا الشاب يعني في عبادة الله، جزاء هذا الشاب أن يكون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يجازي. وكذلك النبي بيّن: يعجب الله على يعني من الشاب ليس له صبوة، يعني خاصة الشاب لما يعني ينشأ نشأة صالحة يكون له هذا الجزاء عند الله. كذلك تدخل في الشابة، يعني كذلك الشابة إذا كانت صالحة ونشأت يعني على صلاح وعلى دين وعلى تقوى، تدخل إن شاء الله في هذا الأمر. كذلك ورجل قلبه، يعني هذا الصنف الثالث الذي يعني يكون في ظل الله، رجل قلبه معلق في المساجد، يعني ما تلقى هذا الرجل من أول الناس في بيت الله وآخر الناس يخرج من المسجد، يعني دائما من تدخل يعني وهذه النوعية موجودة والحمد لله كثيرة، يعني خصوصا كبار السن وفي بعض الشباب ما شاء الله تلقى دائما في يعني في المسجد، تلقى سبحان الله يتلو كتاب الله، أو مثلا أنه يتدارس العلم، أو في حلقة التحفيظ، أو في دائما سبحان الله يعني هذا المسجد يعني يشتغله، يعني إذا صلى مثلا الفجر ينتظر الظهر، وإذا صلى الظهر ينتظر صلاة العصر، وإذا صلى العصر ينتظر صلاة المغرب،
وكذلك ينتظر العشاء، فقلبه معلق يعني في هذا المكان، يعني أحب البقاء إلى الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المساجد. فقلب هذا الإنسان دائما يعني في كما أخبر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيعني بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الصنف. كذلك الصنف الرابع، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني خصوصا المحبة إذا كانت في الله وبالله هذا أمرها عظيم، يعني ما فرق بينهم إلا الموت، أو ما فرق بينهم إلا السفر. فهذا الحب إذا كان لله يكون جزاء المتحابين في الله، يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني إذا كان الحب في الله. كذلك الصنف الخامس الذي يكون يعني في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني فقال إني أخاف الله. يعني هذه المرأة منصب يعني تحميه، وكذلك اجمعت بين المنصب الجمال، فقال إني أخاف الله. وطبعا هذا الأمر نبينا يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز قال يعني كما دعته إلى الفاحشة وامتنع يعني من 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 الفاحشة، والحمد لله الله سبحانه عصمه منها. فالإنسان يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا يعني دعت امرأة ذات منصب وجم وقال إني أخاف الله، هذا يدخل بإذن الله. وكذلك العكس صحيح، إذا رجل دعا امرأة هم كذلك تدخل، يعني قالت إني أخاف الله. والصنف السادس، ورجل طبعا تصدق فأخفى يعني صدقته يعني فأخفى صدقته يعني ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني هذه الصدقة خصوصا الإنسان لما يتصدق ولا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل في إن شاء الله يعني في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وخصوصا في هذه الأيام ممكن الإنسان يكون جالس مع أهله وأرحامه في البيت وبالتلفون يرسل روابط للجهات الموثوقة الرسمية، تلقى يكفي الأيتام أو يعني يسوي سبحان الله أعمال صالحة بالتلفون، لا ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. خصوصا الوقت يعني مثل الأمور صارت سهلة أكثر من أول، يعني يعمل أعمال عظيمة بالرسائل، يرسل سبحان الله الأموال وهو في البيت ولا أحد يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. والصنف السابع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني هذا الرجل أو كذلك تدخل فيه كما بينا المرأة، يعني في بيته ما أحد يعلم عنه، ذكر مثلا عظمة الله سبحانه وتعالى، ذكر ذنوبه، ذكر يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، ذكر يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه. وبين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن عينان لا تمسهم النار. رجل طبعا بات يحرص في يعني في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فهذه طبعا الأصناف التي يعني بين النبي في هذا الحديث أنهم السبعة يكونون في ظل الله يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الحديث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا من عدسة إثراء في هذا اليوم، ونلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.